السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الكرام، آخر أخبار الرياضة إلى العناوين. تفاصيل ما وقع بين الحافظ وجمال السلامي، وصفقة في الانتقالات الشتوية على أبواب الرجاء البيضاوي، وهذا ما قاله جمال السلامي بعد الهزيمة يوم أمس أمام الفتح الرياضي. بخصوص التفاصيل الخاصة بقضية اللاعب عبد الإله الحافظي والمدرب جمال السلامي قائد فريق الرجاء الرياضي، أكدت مصادر أن الأمور كانت عادية جدا، وفي لحظة قرر من خلالها المدرب جمال السلامي تغيير اللاعب زكريا الوردي الذي شارك في المباراة من خلال الشوط الثاني وتعويضه باللاعب الحافظي، والذي رفض ذلك لكون الوردي دخل بديلا في المباراة ومر بأسبوع صعب ما يعني تدميره نفسيا. وذكر ذات المصادر أن السلامي أقلقه موقف الحافظي ودخل معه في نقاش حاد بعد اللقاء، مما جعل المدرب الذي قاد الفريق إلى تحقيق فوزه الثاني في المسابقة الإفريقية يغادر مستودع الملابس دون حضور الندوة الصحفية، حيث عوضه في ذلك مساعده يوسف السفري. وبخصوص الانتقالات الشتوية الخاصة بفريق الرجاء البيضاوي، فقد اقترب فريق الرجاء البيضاوي من حسم صفقته الشتوية الأولى بعد اتفاقه مع حارس أولمبيك أسفي مروان بيساك، وينتهي عقد مروان بيساك نهاية الموسم الجاري، وسيظل مع ناديه أولمبيك أسفي حتى ينضم للرجاء في الموسم المقبل لتعويض محمد بوعميرة الحارس الاحتياطي للرجاء البيضاوي ولأنس أزنيتي. ويضغط أنصار الرجاء على مجلس إدارة الفريق من أجل حسم مزيد من الصفقات لتعزيز الفريق الذي ينافس على 3 جبهات: الدوري المغربي للمحترفين، وكأس محمد السادس لأندية الأبطال، ودوري أبطال إفريقيا. أما بخصوص مباراة الرجاء البيضاوي والفتح الرباطي والتي انهزم فيها الرجاء بـ2-0، فقد أكد جمال السلامي مدرب الرجاء البيضاوي أنه لم يكن ينتظر الهزيمة في مباراة الأمس أمام الفتح الرياضي. وأوضح السلامي خلال الندوة الصحفية التي تلت المباراة قائلا: كنا نتمنى أن تكون النتيجة أفضل، واختيار اللاعبين الذين خاضوا المباراة جاء نظرا لظروف المنافسات التي نخوضها. اخترنا إراحة اللاعبين لأنه لدينا مباريات قوية على المستوى الخارجي خلال الأسبوعين القادمين. وتابع جمال السلامي: كان من الواجب علينا إعطاء اللاعبين بعض الراحة، وكنا مضطرين لإشراك لاعبين لا يتوفرون على التجربة، لكن مثلا هذا النوع من المباريات هو الذي يمنحهم التجربة. أظن أنه بإمكاننا تدارك النقاط الضائعة على مستوى البطولة، لكن المباراة القادمة في البطولة العربية تبقى مهمة جدا بالنسبة لنا، إذ يجب أن نكون جاهزين بشكل جيد. بالنسبة لي أفضل أن أفقد 3 نقاط ولا أفقد أحد اللاعبين الأساسيين، يضيف مدرب الرجاء البيضاوي. وبخصوص حاجة فريق الرجاء البيضاوي لبعض الانتدابات خلال الميركاتو الشتوي الحالي، قال السلامي: نحن نشتغل من أجل جلب لاعبين في مراكز الخصاص، وهناك اتصالات مباشرة مع بعض اللاعبين من أجل انتدابهم. للإشارة، فمباراة الرجاء الرياضي أمام الفتح الرباطي انتهت بفوز الفريق الرباطي بـ2 دون رد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتتوصلوا بالجديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.